طابت أوقاتكم دائما. ما زلنا مع الوزير والسفير والمستشار ورئيس المخابرات المصري الأسبق الأستاذ فهمي هويدي في هذه الجولة من برنامج للتاريخ. مرحبا بكم. مرحبا بك أستاذ أمين. أهلا وسهلا. وصلنا إلى القاهرة. طبعا الرئيس عبد الناصر كان على باب الطيارة بينتظره. فنزل، حضنوا بعض كالعادة العربية السخيفة، إيه تقبيل الناس، عادتنا احنا كده. فدخلت رحت أنا، فالرئيس خدني حضني وقال لي الآتي لا أنساه في ودني: عمل عظيم يا أمين، برافو عليك، لأنه جاب إنك السلام. أنت أقنعت الناس إنه عبد السلام إيه. وهي آخر زيارة كانت مو لعبد السلام؟ ما هو كان قليل، هو ما جناش إلا مرة ولا اتنين عبد السلام. هو ما هو يعني أذكر لك زيارة تانية بقى اللي هي بتاعت السد العالي، اقولها ولا بعدين؟ هذا اللي كان التقى بها مع خروشوف. نعم، اللي التقى بها مع خروشوف. بلاش ولا نقولها؟ لا بأس، يعني لا بأس نتحدث في التفاصيل. على اي حال، كان هذا فتقبلوا مع بعض وتفاهموا مع بعض. انا هذه المقابلات فعلا لم احضر هذه المقابلات. ليه؟ اولا أنا ما أحبش أتحشر. اثنين، لا أطلب أبدا إن أنا أحضر اجتماع أنا لا أدعى إليه ولا أحرم نفسي إطلاقا. دعيت أحضر، ما دعيتش لا أطلب. أنا لم أحضر هذه الاجتماعات بينه وبين الرئيس لكن طلعت معاه في زيارات بره القاهره. يعني احكي لك في هذه الزياره بالذات، واحنا راكبين في الطياره بيقول لي ايه ابو هشام، قلت له نعم. قال لي يا اخي انا ما بحبش الدعوات بتاعتكم دي، نقعد على ترابيزه والناس بتمر بالصحون عشان ناخد البتاع، انا بحب البوفيه الايه المفتوح، وانا احب هذا. وهو قال لي والله هذا. قال لي ليه بقى؟ انا طول يا امين ما الاطباق بتتقدم بحس ان في طبق هيقع على ايه؟ على راسي. المصيبه حصلت ازاي؟ كنا في قصر القبه وعشاء بالليل، الناس بت ايه؟ بتقدم، قدمت السيرفيس كذا كذا، وفي سيرفيس باميه. الراجل بيقدم السيرفيس، الرئيس عمل راسه كده، السيرفيس وقع عليه. بص لي كده وهو غرقان باميه، واللي شايف يعني غرقان باميه، ادي الباميه، انت واخد بالك؟ والله حاجات دي ذكريات انا جميله بالعكس، جميله والله. ارتسألك عن الزيارة اللي كان فيها مع خروشوف في الزاوية. أيوة. أو في الباخرة، هل صحيح أنه خروشوف عاتب عبد الناصر؟ قال أنت أيوة. هقولك على حاجة، الزيارة دي كانت بمناسبة تحويل مجرى نهر النيل. ربنا خلق نهر النيل ماشي في اتجاه، لما جينا عملنا السد العالي كان لازم تغير مجرى نهر النيل. فبهذه المناسبة عمل حفل كان لازم يكون على رأس اللي جايين الرئيس عبد السلام. انا سفير واصطحبت البتاع ده، واتعمل جلسه على ظهر مركب في ميناء برنيس على البحر الاحمر، حتى ايامها نزلنا نصطاد سمك انا وبعض الزملاء. فالنواب بتوعنا كان في نواب رئيس جمهوريه،
وكان في صيادين بيحطوا لنا الطعم في الصنارة. أنا والمرحوم علي خشبة سافرنا في الجزائر سفرة، دول نواب رئيس جمهورية، يرموا الصنارة ما تطلعوش ولا سمكة. أنا وعلي نرمي الصنارة نطلع سمكتين، سمكة كده. فالنواب قالوا لنا تعالوا انتوا هنا قدام واحنا هنرجع ورا. فطلعنا قدام انا وعلي الله يرحمه، عمل معايا وزير وكيل وزاره الارشاد بعد كده. فطلعنا قدام نرمي الصناره تاني تطلع سمكتين وهما ما يطلعوش ولا سمك. تاني يوم عقد اجتماع مكشوف على ظهر السفينة، كان فيه خروشوف وجريشكو وزير دفاع وجروميكو رئيس وزراء وزير خارجية، كان وزير خارجية خارجية، والنواب بتوعنا واحنا سفراء قاعدين. فأثير موضوع خروشوف، قال أنا بدي أسأل، يعني يتحدث مع مين؟ مع عبد الناصر بشكل عام، عام حديث عام. جابوا سيرة رجال الدين، وعلى ما أظن اللي فتح الموضوع الرئيس عبد السلام، هو كان يميل للنواحي الدينية شويتين. فرد خشوف قالوا ما تفكرنيش برجال الدين زي ما راسبوتين عمل. فالرئيس عبد الناصر رد عليه على خروشوف، على خروشوف، وقال له يا أخي العيب ليس في الدين، العيب في راسبوتين، في رجل الدين. قال هو أنا لما حصل العدوان الثلاثي علينا أنا رحت فين؟ أنا رحت الأزهر وطلعت المنبر وخطبت، وجهت خطاب للجمهور من على المنبر بتاع الأزهر وقلت سنقاتل سنقاتل سنقاتل. العيب مش في الدين أبدا، العيب في رجال الدين. الرئيس عبد السلام بدأ يتحدث عن الوحدة، فخروشوف اتنرفز. ليه؟ أهو اتنرفز وقال له أنا بدي أسألك سؤال، انا بقى فين بقى في الوحده بتاعتكم؟ انت بتعمل وحده عربيه، طب انا اروح فين؟ هل الوحده بين الدول اقيم ولا الوحده بين طبقه الشعب العامله؟ وحده العمال احسن من وحده ولا الدول؟ ده رايه. واحتد خروشوف على الرئيس عبد السلام، رجعنا بالليل في فندق كاتاراكت في أسوان وماشيين. أنا ماشي ورا الرئيس عبد السلام، فالرئيس عبد السلام قال لي أمين شايف خروشوف عمل إيه؟ بقى الرئيس جمال ما يقفوش عند حده، ده وضع الرئيس، ما تدخل عبد الناصر، ما تدخل لم تدخل. فانا قلت له سيادة الرئيس خليك قدر موقف، انتوا الاثنين ضيوف ومش يعني هتدخل ليه، وهنسوي الموضوع بطريقة اخرى. فالرئيس كان غضبان، كان غضبان، اتداوى ازاي الموضوع. لما نزلنا شكري صالح زكي كان سفير العراق في القاهره اللي اصبح وزير ماليه بعدين، عمل حفله عشاء مش فاكر او فطار رمضان، فاوعز لخروشوف انه يحضر الاحتفال دون دعوه، وعد هذا
انه اعتذار للرئيس عبد السلام، انه كون خروشوف راح السفاره العراقيه في وجوده وسلم عليه معناها ان ايه اعتذار وصف الايه الموضوع. هل صحيح انه خروشوف وصف عبد السلام امام عبد الناصر بانه مثل المعزه؟ انه ايه؟ مثل المعزه. هيكل يروي يقول لم يحدث هذا. انا قريت هذه الكلمه وكتبت عنها مقال وقلت الكلام ده لم يحدث. يعني ملفق؟ ولم اسمعه. وكلام كاذب من اوله لاخره. كلام ملفق يعني؟ انا قلت كده. معزه. ما حصلش هذا. خروشوف ما قالوش كده. في ناس بتحب ايه؟ تختلق كلام غريب واحداث غريبه لكي يعني يثبتوا وجودهم في، انا عارف مين اللي قال بس ما فيش داعي يعني، لكن انا كتبت في هذا وقلت الكلام ده لم يحدث. وعيب ان يتقال الكلام اللي قاله معروف، كتاب معروف منتشر. انا يعني انا منتشر. كذبت هذا. منتشر يعني، هو مش يعني انا كذبت هذا، مش سر يعني. انا كذبت هذا او على الاقل لم اسمعه يا اخي. ولا يعقل بحضورك لم يحدث ولا يعقل. في اثناء بعد يعني ثوره او احداث شباط 63 ومجيء الباعثين وعبد السلام عارف الى الحكم، بدا مشروع الوحده الثلاثيه. بطل بدا مشروع الوحده الثلاثيه. أيوة. الذي صدر عنه بيان 17 نيسان ابريل. من كان المسؤول عن فشل هذا المشروع؟ البعث. كيف نحكي؟ هو لما قامت ثورة سوريا بدأ الكلام من مصادر عراقية إن السوريين عارضين قيام وحدة بين دمشق وبين بغداد. بغداد قالت لأ، ما نعمل وحدة ثلاثية بين بغداد و القاهرة ودمشق. هنا أتوقف قليلا. هل بغداد الرسمية كانت صادقة في هذا الكلام ولا لا؟ هي شافت الشارع السوري كله والمسؤولين السوريين عاوزين يرجعوا الوحدة مع القاهرة، بل كان الكلام في الشارع تكون سوريا الإقليم الشمالي مرة أخرى. هل دخلت بغداد على الخط لعدم انفراد سوريا والقاهرة بالوحدة، أو أنها أرادت أن تدخل علشان تبقى ما تسيبش سوريا البعثية أو الحكم البعثي بتاع سوريا؟ الأحداث تشير أن لم تكن بغداد صادقة في عرضها في تلك الفترة. كيف؟ ليه؟ ما نحاولها. من أيام بسيطة والوفد هنا في القاهرة برئاسة علي صالح السعدي قال نحن غير مستعدين لوحدة أو اتحاد. علي صالح السعدي؟ أي ما أنا قلت الكلام ده في الحلقة اللي فاتت. قال كده. وأن السوريين لما عرضوا علينا لو قام نجحت الثورة بتاعتهم يعملوا معانا اتحاد، قلنا لهم لا، تقديرا للظروف بتاعتهم. ويجي فجأة يقول نعمل وحدة ثلاثية. تقديري أنا انهم قبلوا ونادوا بشعار الوحدة الثلاثية مؤقتا حتى يتمكن البعث السوري
من السيطرة عن أوضاع في سوريا. ليه؟ لما قام حركة 8 آذار، واسمح لي أنا بتكلم عن أحداث جرت من 50 سنة وأكثر، كان لؤي الأتاسي مسك رئيس سوريا، زي عبد السلام عارف ما مسك رئيس العراق. رئيس الوزارة صلاح البطار، زي رئيس الوزراء هنا أحمد حسن البكر. لما حضرت، أنا كنت عضو في الوفد المصري في المباحثات الثلاثية، وكان مكاني جنب لؤي الأتاسي في الاجتماعات، وحضرت كل حاجة، مش قريت، حضرت. بدأ اللقاء وأنا أوصي الشباب المهتم بهذه الموضوعات إنه يقرأ الكتاب الذي صدر عن مؤسسة الأهرام بخصوص الوحدة الثلاثية، محاضر اجتماعات الوحدة، محاضر اجتماعات. وأنا مش عاوز أعمل دعاية لكتابي بتاع كنت سفيرا في العراق، عامل ملخص أعتقد إنه مفيد لهذا السجال. السجال مهم جدا، سري عن أحداث تاريخية، عن أهداف بتاعت الدول المشتركة، حوار عقائدي رائع عن الأحزاب، تكوين بناء الدول، الدولة، الوحدة والاتحاد، مؤتمر فيلادلفيا في الولايات المتحدة، هل القيادة تكون قيادة موحدة أو قيادة اتحادية، علاقة الثورة بالحكم بالسلطة، في موضوعات كثيرة جدا غنية جدا. طيب أرجو أن الناس تقراها، يعني اجتماعات، لأن الوقت مش هيسمح. أنا عارف وأقدر أقول أتكلم فيه ساعات، لكن الوقت لن يسمح. أوصي بيهم أنهم يقروا هذا الكلام، لا أنهم ياخدوه كقضية مسلمة، يكون فتح لموضوعات أخرى كثيرة عشان يفتحوا أذهانهم على حاجات تتعلق بالماضي ولكنها تتعلق بالحاضر والمستقبل، لأن صمام الأمان والحبل الأمان للأمة العربية لن يكون إلا في وحدتها، لن يكون إلا في وحدتها. وليس معنى فشلنا في مرحلة إن الفشل يستمر، لأن على الأجيال أنها لا تقع في حفرة وتسمح بالردم إنه يردمها، لازم تقوم مرة أخرى رافعة أعلامها، مرددة أناشيدها، لكي تحقق ما حاول الآباء أن يحققوا. طيب هل كنت تتوقع أو كنتم تتوقعون في القاهرة أو كنت أنت في بغداد كسفير تتوقعون أن ينقلب عبد السلام عارف على البعثيين بهذه السرعة؟ إنه إيه؟ أن ينقلب عبد السلام عارف على البعثيين بهذه السرعة ويزج بهم في السجون في 18 تشرين 1963؟ أنا بمعرفتي الرئيس عبد السلام كنت أتوقع هذا. حدثك يعني في هذا الموضوع؟ أيوة. هو حدثك؟ لأنه أهين. يعني أين أوجه الإهانة مثلا؟ الرجل أهين،
في التعامل، وبدأ صغار الوزراء البعثيين اللي ما يجوش من دور أولاده يهينوه وهو يشعر بهذا، يشعر بأنه رئيس بلا سلطة، يشعر بأن أوامره لا تحترم. لكن البعثيين هم الذين أتوا به للسلطة. نعم، البعثيون هم الذين أتوا به للسلطة. هم الذين أتوا به للسلطة. يعني لولا البعثيين ما جاء عبد السلام عارف للسلطة. ما المصيبة إن هو لا يظن هذا. نعم، هو ما يظنش هذا. كيف يظن يعني؟ هو بيظن أنه ساعدهم في أنه يجوا للسلطة. هم أبلغوه. الله أبلغوه هو يظن خلاف كده. لكن الوقائع هكذا تقول. هو يظن خلاف كده يا أخي. يظن أنه هو صاحب. ده عبد السلام بيظن كده أنه صاحب الثورة. هو يعتقد هو صاحب الثورة. هو بيظن كده يا ابني. الله، هم يقولوا زي ما عاوزين. هو يقول لك اللي بيقال ده كذب، انا اللي عملت الثوره. الله، هو بيظن كده، وايا كان الوضع اصبح رئيسا مش موظف عندهم. وخليك مكان الرئيس، ما تسمعش الكلام اللي بيتقال. هو اصبح رئيسا لدولة. الرئيس له واجباته وله احترامه وله علاقاته وله أفكاره. وزي ما قلت لك أنا في الأول، الرئيس عبد السلام لا ينسى من يسيء له. المسيء لا يمكن، لا حتى كان يبان على وشه الله يرحمه. يعني ما كانش يخفي شعوره. ما هو موقف جمهورية مصر العربية من انقلاب عبد السلام على البعثيين؟ كيف تعاملتم مع هذا الحدث؟ أنا كنا موافقين ومرحبين، كنا متفرجين خارج الملعب وبنسقف، لكن ما تشاركناش في الانقلاب. اللي عمل الانقلاب البعثي هم البعثيين، وإحنا كنا خارج بنشجع الأهلي والزمالك اتكسر، لم نشارك. لكن كنت ايه بس هنزل انا كسفير احارب في صف البعث اللي وراني الاهوال؟ احكي ما تشاء. ما اشاء ما تشاء. اقسم لك يا راجل، اخش البيت، بيت السفاره المفروض ان يحرسوه الدولة في اوقات ما حدش عارف من هو الصديق ومن هو العدو. في ليلة داخل من الباب بالليل، لقيت واحد عراقي عريان ملط كما ولدته امه. وعمال يشتم في مصر واللي جاب مصر والبعث وكل البعث. بعد الحادث ده طلبت من وزير الداخلية يجيب لي حراس يمنع واحد يخش حديقة بيت السفير وعريان ملط. ما عملوش حاجة. فقلت للرئيس عبد الناصر شيع لي حراس من مصر. بعت لك من مصر؟ بعت لي. وقال لي ايه؟ يا امين الحارس ربنا، ده انا كنت في اليمن بزورهم وقالوا لي احذر من القبائل. لما نزلت من الطيارة الدنيا كلها أحاطت بالعربية، وأصبحت وجها لوجه مع رجال القبائل. لو أي واحد عاوز يعمل حاجة كان ضربني في من مفتاح العربية، من شباك العربية. ربنا سلم. وجالي حراس. ولما كنت بسافر زمان كنت بجد منهم
ناس حراس في السفارات يعشوني وكل حاجة، لأنهم يعني ناس على قدهم، لأن كانوا زملاء حرسوني. كان مثلا حاطين جماعة، وده من أخطاء البعث، عملوا حرس قومي، الحرس القومي، نعم. دولة داخل الدولة، بمنزل الوهداوي، منزل الونداوي. الونداوي. فكانوا حاطين حرس ودبابة، فكان السفرة زملائي يتنضروا لما يلاقوا المدفع بتاع الدبابة موجه للسفارة، يعرفوا ان العلاقات بقت سيئة جدا. لما يلاقوا المدفع متجه الى ناحية تانية هو البوصلة يعني البوسطة، وكانوا يخافوا يركبوا معايا العربية. ليه؟ ليه؟ ايوه ده انا شفت. فالعربية ماشية، يقابلك واحد من الحرس القومي، يوقف، والعربية ايه؟ وانا مع ان انا ما بحبش المظاهر دي، العربية بالبيرق يعني، قول معايا الراية الأريال، دي، الهوائي، الأريال، الهوائي، الأريال مالها. ايوه المصري. اقف اقف، انزل انزل، وانا سفير. ليه؟ هو يفتش عربية ويشيلوا الكنبة بتاعت العربية، يرموها، يفتح شنطة العربية، والريس يقول لي ازاي متحمل هذا الكلام؟ انزل. اقول له لا والله يا حميد، احيانا اكون رايح مكان احضر فيه اجتماع، التليفون يضرب، مين السفير؟ ايوه، كلب ابن كلب يشمني. ايوه والله العظيم، انت هتمشي من شارع كذا، والله لا اضربك بالرصاص. احكي؟ احكي، حاضر هحكي. احكي. مره جيت من بغداد، لقيت ام هشام موجوده، كانت لسه موجوده الله يرحمها قبل ما ربنا يفتكرها. لا رحمة الله. كان بيقابلوني في المطار. تاني يوم الولاد ما راحوش المدارس، ما هو هشام؟ الله، سكت كام يوم، قلت هم يمكن كمان ابوهم جه ولا حاجه قاعدين. تالت يوم قلت لها تعالى، الولاد ما راحوش المدرسه ليه؟ عيطت بكت. ليه؟ ادى فيه ناس بتتصل بيها في التليفون وقالوا هنخطف الاولاد وهم رايحين. اقول قول هقول اغلب بيوت زملائي في السفاره كان يقتحم الشبابيك وتفتش حجراتهم وتؤخذ حاجاتهم، عربية، أيوة عربياتهم اللي موجودة تتقطع الإطارات بتاعت العربيات. أقول قل ما تشاء. أجي في حفل 23 يوليو، أوجه بعض الدعوات، لكن كنت بعتبر 23 يوليو ده دعوته للشعب العراقي، فكنت متعمد هذا. ويا سلام لما اجي بالليل الاقي العراق كله موجود في حديقة السفارة. انا كنت اجيب الكوكاكولا والفانتا، فاكرها الفانتا باللواري، مش من الحكومة المصرية، من جيبي. وداخل الشعب العراقي اللي بالبلطو ومعاه فانوس،
او معاه هدايا حلوه، حلويات من ستات وبتاع وحاجات زي كده، او الطعام اللذيذ بتاعهم اللي اسمه ايه اللي مذكور في القرآن، من السماء، من السماء، الاقي ده جايين الناس البسطاء. هذا يعبر عن وبعدين يجوا خارجين يقبض عليهم، لأنه كان في أيوة يقبض عليهم، أخصص عربيات السفارة عشان تشيل العائلات والستات توصل. لكن كان لنا هدف، كان لنا غرض. أنا كنت قاعد مرة في المعمورة في الكابينة بتاعت الرئيس، وكان موجود المرحوم عبد الحكيم عامر، وكان موجود طالب شبيب ومش فاهم وشوية إخواننا. فرد عبد الحكيم عامر باندفاعه بيقول لي: انت راجع بغداد؟ قلت له اه. قال لي امتى؟ قلت له بعد يومين ولا بتاع. قال لي ليه؟ اه والله. ورد قال لهم: لو شعره واحده اتمست من دماغ امين هويدي هتعرفوا شغلكم. وصمت، لم اتزعزع. فالرئيس يقول لي: طيب اعمل احتجاج. اقول له: لا، لم اقدم احتجاج واحد لاي سلطه في العراق. حبا بالعراق؟ نعم، كل ذلك حبا بالعراق طبعا. ايوه طبعا، اهلي يا حامي، أهلي يا أخي، بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وأهلي وإن ضموا علي كرام. أنا شفت كتير في العراق، ولا أحمل أبدا ذرة عتاب لأي واحد، لأنها بلدي ولأن هدفك نبيل. آه، لا يمكن أحمل. وأذكر هذا فقط لأنك أنت تريد أن أنا أقول. لا، هو يعني البرنامج للتاريخ، علينا أن نقول كل شيء. يعني إحنا جلسنا في هذا المكان حتى نقول كل شيء، ليست هناك منطقة. ده أنا يكفي كنت أروح بعد صلاة الجمعة على مكتبة المثنى. آه، المكتبة المعروفة في بغداد. وهذه هوايتي، أطلع على السلم ونقي بعض الكتب وانزل وأجي أحاسب صاحب المكتبة، أنا ناسي اسمه، يرفض وأنا أرفض إن أنا أخد الكتب، فيشيلها بنفسه يوصلها لغاية العربية. هذا خلق العراقيين. ايوه، انسى هذا ليه؟ بس افتكر ان ولد زعطوط مزع عربيه زميل. لا، هذا مش العراقي اللي مزق. ايوه مش عراقي، هذا مش العراقي. طيب ده كده اقول لك ايه، فهذا حدث. لكن كنا فتيات امنوا بربه في الشارع العربي. ولذلك لما تيجي الواحد زيي يرى الآن ما يحدث في العراق، أدمي كل عربي يعني مرتبط بالعراق، وخاصة نحن الذين رأينا ما رأينا. الشعب العراقي ده كان جريدة الجماهير، هيكل كان بيعمل حديث
مش فاكر حديث الجمعة ولا حديث الخميس بصراحة، ده بتاعه بصراحة. هو كان يعمل برضو حديث أسبوعي، اللي هو دلوقتي وزير اللي مقبوض عليه في العراق؟ أيوة. مين كان عندنا؟ سعد الحماري. بس سعد الحماري اسمه؟ سعد الحماري. لا 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 لا، توفى سعد الحماري. لا لا، اللي كان ماسك جريدة الجماهير. مين؟ ما مسيحي هو. طارق عزيز؟ ها؟ طارق عزيز. كان يشتمني مباشرة في مقالاته. فجيت أنا، أبوه توفي. ليش يشتمك؟ توفي. لا ليه هو ليش يشتمك طارق عزيز؟ لأن أنا ممثل مصر. فجبت زملائي في السفارة وقلت لهم طارق عزيز أبوه مات، هنروح نعزي، نقرا الفاتحة، نروح الفاتحة. زعقوا العيال، عيال صغيرة بقى بيشتمك وبيشتم مصر، هتروح تعزيه في وفاة أبوه؟ قلت لهم آه، أنا سفير، أنا أمين هويدي، لازم نروح. مش بس كده، ما تروحوش كل اتنين في عربية، كل واحد في عربيته، ونطلع في راتل بتاع 7-8-10 عربيات وانا قدامكم. طلعنا مكان الفتحة موجودة، فوجئ الناس بان احنا موجودين في الراتل بتاعنا، وانا عربيتي بالعلم بتاعها موجود. ونزلت حييته وعزيت وخدت بعض بتتنقاي، ردي لي الزيارة كرجل وكل حاجة، وانتهى. وربنا يفك دقته طارق عزيز يا رب. فشفنا كتير والله يا حميد، أنا لا أذكر هذا أبدا عتابا، لا أبدا ولا تأثرا، أنا أذكره للتاريخ. أنت أرى في عيونك دموع النبل على العراق. قلبي مع العراق وأهل العراق. والرغم عن كل هذا، ما رأيت خيرا إلا في العراق. هو بلد الخير العراق طبعا، والعراق وفي للناس اللي طبعا العراقيين، والعراق وفي للناس اللي ينتمون لهم ويدافعون عنهم ويتذكروهم بالطيب دائما. فغرض أقول لك إيه، إن صاحب القضية لا يهتم بمشاعره، والسياسي لازم يحط مشاعره في تلاجة ويتعامل مع الواقع، لا ليستسلم له ولكن ليحاول تغييره. حاولنا تغييره ونجحنا. يعني مثلا لما كانت تحصل أزمة، أكلم حد من الزملاء أقوله تغديني ولا غديك، يقول لي ولو أنا غديك. عراقي أنا بجر رجله لأنه عشان غرمه فلوس، يقول لي ولو أنا غديك. نتغدى فين؟ في نادي العلوية، ونطلع على نادي العلوية. ده أنا كنت أقابل بعض الإخوان عشان نتشاور في حمام السباحة بتاع نادي العلوية، لأنهم لا يقصروا أنهم يقابلوني بره يتمسكوا. فكنا نتقابل نلبس المايوهات بتاعتنا وننزل في الحمام بتاع نادي العلوية. وأخيرا كنت أقول للرئيس عبد السلام، وأنا بكررها قسما بالله لم أخونه في يوم من الأيام، وهو مات الله يرحمه وكان يشك في بعض تصرفاتي، والله والله هذا خطأ، والله هذا خطأ،
لاني كنت اعلم ان عبد السلام هو الصالح في تلك الفتره. ولو هو مش صالح كنت هعمل ايه انا؟ مش هعمل. متى بدأت الشكوك والوساوس يعني تدب بين عبد الناصر وعبد السلام؟ الشكوك والوساوس متى بدأت تحدث شرخا في العلاقة بين الاثنين؟ أنا عاوز أتكلم عن نفسي بقى. من خلالك. مش من عبد الناصر. لا هو من خلالك طبعا. عبد الناصر بكى على وفاة عبد السلام عارف. أمامي أنا، مش أمامي، في ودني أنا. يعني يوم عبد السلام ما حصلت حكاية الطيارة بتاعته، أنا كنت وقتها وزير إرشاد وسبت العراق، ولم ينعم علي عبد السلام بأي نشان لأنه كان شاكك فيه، لكن أرسل لي عبد السلام عبد الله مجيد في الطياره بهديه رفضتها. ليه؟ يعني ما انا اقول لك ايه، بس مره لان انا كنت احاول ان انا احافظ على العلاقات، في يوم سمعت ان طاهر يحيى رئيس الوزراء نازل القاهرة وانا لم اخبر، انا كايه؟ كسفير. ليلة السفر بتاع طاهر التليفون ضرب، البي اكس بتاع الرئيس عبد السلام، ابو هشام بقالي ما شفتكش ولا سمعت صوتك، طبعا بكره رئيس الوزراء مسافر، هو هتطلع تودعه؟ قلت له لا. قال لي لا طرقها، هو حد اداني خبر هو رايح زياره خاصه، حتى لو زياره خاصه رئيس وزراء رايح معاه قضايا، ما خدش خبر، لا مش هطلع، ولو كانت انباء الشرق الاوسط هتطلع، ولا حد من السفاره هيطلع يسافر. وبعت للرئيس تقادم لكم طاهر يحيى، لم اخطر ولم اودعه، تحياتي. فلما راح طاهر يحيى قابل عبد الناصر، كان معاه ورقه يبدو وفيها بعض الموضوعات اللي هو عاوز يكلمه فيها وطلبات طالبها من مصر. عبد الناصر خد منه الورقه، في نهايه اللقاء قال له يا اخي طاهر خد الورقه دي تفاهم بيها مع أمين هويدي سفيرنا في العراق، واللي يقول عليه هيمشي. وبعت لي الرئيس هذا الكلام، برقية جمال عبد الناصر. فلما جه يعني أحكي الكلام ده، مش عارف بقول لك إيه، أحكي الكلام ده، أحكي كلام، أحكي ما تشاء، لك ما تشاء. رجع بغداد، كنت برا ورجعت لقيت ام هشام موجوده، ولقيت صندوق موجود، قالت لي رئيس الوزراء باعت هذا الصندوق. فانا زعلت، انا مش قلت لك مفيش صندوق يخش البيت اطلاقا؟ قالت لي ده مدير مكتبه سابه
وتنو ماشي على طول. هعمل ايه؟ جبت السواق قلت له خد الصندوق طلعه على رئيس الوزراء مكتب، كلمني مدير مكتب مش فاكر اسمه ايه، قال لي ايه اللي انت عامله ده؟ ما يصحش. قلت له معلش. بالليل كنت عامل عشاء لصدقي محمود الله يرحمه قائد القوات الجويه، فجاه لقيت دوشه وشويه وطارق طاهر يحيى داخل من غير دعوه. طبعا رحبت بيه جدا ورحت انا حضرت له طبق بنفسي وقدمته له كضيف وكرئيس وزراء. بص لي كده وقال لي بقى ما تطلعش تودعني. قلت له طيب وانت تسافر من غير ما تقول لي هل ده صح؟ قال ترد الهديه بتاعتي؟ قلت له بصفه ايه؟ الهديه تهدى لصديق. هل انت اعتبرتني كاخ وصديق يا ابو زهير؟ هو على فكره مهديني بقلم باركر ذهب عندي. بعد كده بعد ما مشيت انا وكل حاجه، هل ده؟ قال لي والله، كان رجل، قال لي والله حقق. طيب بعد ما وصلت دلوقتي عندك في السفاره، هل لو شيعت الهديه تقبلها ولا ما تقبلهاش؟ قلت له امرك يا سياده الرئيس، حاضر اقبلها. شيحاني كانت عبارة عن بعض السكنات كان جايبها هو من طهران، كان في طهران جابها السكنات شاي عندي حتى الآن. دي طبيعة العلاقات كانت موجودة. طيب فيها 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 الحلو وفيها المر. شأن الحياة، الحياة عبارة عن حلو ومر. ده زي مشروب السودان، عندهم مشروب اسمه حلو مر، لا تعرف اذا كان حلو ولا مر. هذه طبيعه العلاقات. خد اخطاء من هنا وكياسه من هنا وتسير الامور، لكن احب اقول كان لنا هدفا شربنا من اجله الحلو وغصبنا على أنفسنا في أن نشرب المر، فكانت حياتنا حلوة مرة. لا أدري إذا كانت المرارة أكثر من الحلاوة أم الحلاوة تطغى. ما الذي دفع عبد السلام عارف أن يقول لك ذات يوم أغلق بابك يا أمين؟ بعد مؤامرة عارف عبد الرزاق، أقسم بالله لم أدري بمؤامرة عارف عبد الرزاق، وأنا كتبت عنها عدنا وهو زعلان مني الله يرحمه ومات وهو خصمني. لا ذكرت الحقيقة. هذه المؤامرة والله لا أدري بها إلا من صديق لا أذكر اسمه. تاني يوم الصبح فلما رجع عبد السلام كان برا، اتصلت بيه في رئاسة الجمهورية لكي أطمئن عليه وقلت له الآتي: سيادة الرئيس اليوم هنعرف ننام الحمد لله على السلامة. فقال لي: يا أمين رجلك جاية في الموضوع. قلت له رجلي جاية في الموضوع ليه؟ لأن أنا رحت قابلت عارف يوم الخميس، كنت مسافر أنا تقليدا لازم أقابل رئيس الوزراء قبل ما أسافر. قلت له كده؟ طب داري بالك من نفسك، الوضع صعب جدا وإحنا مش عارفين مين الصديق ومين العدو. سيبك من أمين وسيبك من رجلي وسيبك من إيدي دلوقتي،
لما رحت قابله تاني يوم بيقول لي يا امين انا اديتك ثقتي الكامله، سك بابك يا امين. قلت له لا. اغلق بابك بوجه من يقصد؟ نعم اغلق بابك بوجه من يقصد؟ ايوه. ازاي؟ انا في بلدي هنا وبابي مفتوح لكل واحد لان لا اخشى شيئا. ويا سيادة الرئيس انا غير خائن وعمري ما خنت، انت بالذات لا اخونك. بس هو السؤال الان، عارف عبد الرزاق تآمر على العارفين؟ نعم. على عبد السلام وعلى عبد وعلى احمد وعلى عبد وعلى عبد الرحمن. وفي الحالتين كانت القاهره ملاذا له. جه وصل، يعني انا اللي اعرفه اول مره وصل، فانا شيعت لام هشام قلت لها عارف جاي هو ومراته قبليه في المطار، ظنوا هنا انه جاي كرئيس وزراء، ما كانش لسه فكوا الشفره بتاعت البرقيات بتاعتي. عرفوا وهو في المطار، فبدل ما كان رايح قصر الضيافه ودوا له كنده من كندات. واحد قال هيعملوا ايه؟ هيرموه؟ هذا قدر مصر، هذا قدر مصر. ده عبد الكريم الخطابي ما كانش له اي علاقه، ولما طردوا الاستعمار ولا قلتها للملك الحسن وابوه جم هنا مصر. لما في احدى النقاش مره قلت انا للملك الحسن، قلت له جلالتك هقول لك على حاجه، ابوك لما الاستعمار طرده راح على مصر واحنا قابلناه. جه وانا رحت لما عبد السلام قال لي، قال لي عارف يمشي، قلت له حاضر. رحت لعبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء قال لي لا، أأمن له وأأمن لنا يبقى في مصر، انتوا هناك تمسكوه. قعدت. وفي المرة الثانية؟ المرة الثانية ما كنتش أنا موجود، كنت مشيت. لا هو يعني كيف تفسر يعني، هو كيف تفسر يعني؟ مش فاكر، لكن أنا مش عارف. الذكرى دي فيها مرارة بالنسبة لي، والمرارة الأكثر إنه عارف مات وهو زعلان مني. وأنا كلمت زوجته وبنته عزتها، لكن حزين انه مات وهو زعلان. هل تغيرت العلاقه يعني؟ ايوه كومبليتلي. يعني كنت اروح بيته كان يجي لي بيتي واكل لقمته وهو ياكل لقمتي وكل حاجه، وانا حزين على هذا. لكن والله يا حميد والله انا لم اخن عبد السلام عارف، ولم اشترك في اي انقلاب حدث في العراق على اكثره. ده أنا كنت عامل عندي دولاب في المكتب بتاعي في السفارة مليه إيه؟ السفير علب فول وعلب عدس وعلب مربى وبقسماط وبتاع، عشان لما يحصل انقلاب يبقى العيال يجدوا حاجة ياكلوها ولا حاجة. يعني أنتم متوقعين انقلاب بأي لحظة؟ والله الأوضاع غير مستقرة. لكن هم يقولون ربما ليس السفير هو الطرف في التآمر، ربما أجهزة المخابرات. لا 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 والله لا. شو مرق على حاجة، أنا حينما أذهب إلى مكان يقدر أمن مركزي يمشي، أنا مش متسول، وكانت كل الأجهزة اللي موجودة تتبعني، ولا أسمح لمخلوق يقول لك ملحق عسكري مش ضابط ايه مخابرات، لا اسمح لهذا. انا موجود، يا عارف اركب الحصان بتاعي وماسك
اللجام بتاعه صح يمشي، ما اقعدش. انا اقعد في مكان وشايف جنبي بتاع المخابرات بيشتغل وانا ما ادريش، ده انا اقاتل نفسي، مش امين هويدي. لا استاذ امين، الحديث معك ساحر وقد انتهى الوقت وزحفنا على الدقائق التي خارج الزمن المقرر للبرنامج، انتهى زمن الحلقه، سنتواصل في حلقه اخرى. مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين مع الوزير والسفير والسياسي المصري الكبير الاستاذ امين هويدي، نلتقيكم في حلقه اخرى.